يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك. كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها، رحمة للعالمين محمد، كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤكد بها حبي، وتحقق بها قربي، وتزكي بها لبي، وتفرج بها كربي. الصادق الأمين الذي إذا أؤتمن وفى، وإذا عاهد صدق، وإذا وعد لا يخلف وعده أبدا. طيب القلب، حسن الطباع، هو من استطاع أن يغير وجه الأرض بدعوة الحق، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هو من حل نزاع الحجر الأسود بين القبائل. نحن من سيضع الحجر الأسود، بل نحن من سنضع الحجر الأسود. هل تقبلون بأن نحكم أول من يدخل علينا؟ لا مانع من ذلك يا ابن المغيرة. إنه محمد الأمين. محمد الأمين. فطلب النبي رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من زعماء القبائل أن يمسكوا جميعاً بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه. حتى إذا أوصلوه إلى موضعه، أخذه بيده الشريفة فوضعه مكانه صلى الله عليه وسلم. حدثيني عنه يا بركة يا أم أيمن. كان دائما بركة في أي منزل ينزله. سمعت ما جرى لحليمة إذ نزل بدارها؟ زاد اللبن في الدروع وسمنت الماشية. أما عن الأحبار والرهبان فكلامهم عنه مثير يا بركة. وأول ما بدأ به الوحي هو الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب الله إليه الخلاء، كان يخلو بغار حراء فيتحنث أي يتعبد، وكان يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يا أبي،
إنها ميتة. ونحن نأكل الميتة يا بني. هيا. أبي لا أطيق. هيا يا ولدي، فلربما ذبحتك إذا جاء الفرج أمام الصنم. هيا. أمرك يا أبي. ولدي فداء لك على أن ترزقني وتجعلني من سادة القوم. أبي، من هذا؟ هذا الصنم هو إلهك الذي تعبده. هذا إلهي؟ عد معي يا زيد. لله أعود، سأعيش مع محمد. أنا أخيرك، أنا أو محمد. سأختار محمدا، من أكرمني وأواني وعلمني، محمدا الصادق الأمين. ماذا؟ ولكني والدك وأريدك معي. وأنا أريد محمدا. أنا زيد بن حارثة، والناس ينادونني بزيد بن محمد. لقد اشتراك محمد وخيرك بينه وبين أبيك، فاخترت أن أعيش مع محمد. لقد وجدت في محمد الوفاء والحنان يا زيد، وأصبحت زيد بن محمد. وجدت فيه خصالا لم أجدها في أحد غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغطني به، أي ضمني، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ فغطني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأها ثم انتهى فانصرف عني، وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا. فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء،
يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم ولا أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني. ورجع النبي إلى خديجة وقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الخوف. فقالت له خديجة: ما لك؟ فأخبرها بما جرى وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. The message began with revelation, and the first verses was revealed to Muhammad to start his mission. Le message a commencé avec la révélation. Et les premiers versets ont été révélés à Muhammad pour qu'il commence sa mission. وذهبت خديجة إلى ورقة تقص عليه ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهتف ورقة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقول ورقة. والله يا محمد لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. يا سعيد بن زيد، ماذا تريد؟ في الحرب الدائرة بين الأوس والخزرج خرج رجل يهودي يخبرهم بقدوم نبي جديد. لئن جاء لأتبعنه. وتوالى نزول الصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي يمشي إذ سمع صوتا، فرفع بصره قبل السماء، فإذا بجبريل الملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض.
ذهب النبي إلى أهله وقال: دثروني دثروني. فدثروه أي غطوه. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. صدق الله العظيم. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعصرات بنقول وراك مليون أمين عالجنة ودينا وصلت رسالتك يا نبي.